صباح الخير متابعي طقس العرب في الأردن. اليوم الاثنين تستقر الأجواء في عموم مناطق المملكة، ولكن هناك رياح شرقية ستزيد شعورنا بالبرد وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة. أما كيف رح تكون درجة الحرارة نهارا في العاصمة عمان اليوم الاثنين؟ 13 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا، الملموسة أيضا 13، نسبة الرطوبة 84% والرياح جنوبية إلى شرقية جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد؟ نهارا 14 ليلا 5، المفرق 13 نهارا 5 ليلا، جرش 12 نهارا 5 ليلا، عجلون 12 نهارا 5 ليلا وأجواء باردة وغائمة جزئيا. كيف رح تكون درجات الحرارة في مناطق الوسط ابتداء مع العاصمة عمان 13 نهارا 6 ليلا، الزرقاء 14 نهارا 5 ليلا، البلقاء 14 نهارا 7 ليلا، مادبا 14 نهارا 6 ليلا، البحر الميت 21 نهارا 12 ليلا وأجواء عفوا غائمة جزئيا. ننتقل إلى مناطق الجنوبية والكرك 11 نهارا 3 ليلا، الطفيلة 11 نهارا 5 ليلا، الشراح 11 نهارا 4 ليلا، معان 16 نهارا 4 ليلا، والعقبة 22 نهارا 11 ليلا وأجواء غائمة جزئيا. ننتقل أخيرا إلى المناطق الشرقية بالانتظار. أرويشد 16 نهارا 5 ليلا، الصفاوي 15 نهارا 4 ليلا، والأزرق 15 نهارا و5 ليلا وأجواء غائمة جزئيا. انتظرونا في نشراتنا المقبلة لمزيد من التفاصيل. إلى هنا، إلى اللقاء.